منكر الذي يصدر من السلطان، ما الموقف الشرعي للمصلح منه بإجمال؟ أحسن الله. بالنسبة للمنكر الذي يصدر من السلطان، نقول إن المنكر على نوعين: إما منكر لازم خاص بالسلطان فينكر به، بهذا باتفاق العلماء والعقلاء أنه ينكر بخاصته، ولا يجوز للإنسان أن يكشف ستره وأن يبين أمره، فهذا من الأمور المحرمة، بل إن كشف ستره أعظم من كشف ستر غيره، باعتبار أن هذا من الأمور الخاصة فيه، وذلك من نزواته وكذلك شهواته التي يقع الإنسان فيها، فليس للإنسان أن يظهرها للناس، فهذا من الأمور التي ستر بها الإنسان، فيحرم للإنسان على الإنسان أن يبينها وأن يظهرها للناس، لأن هذا من إشاعة الفاحشة وكذلك أيضا من البغي والإثارة. النوع الثاني بالنسبة للمنكر والخطأ الذي يكون متعديا، وتعديه في ذلك يتباين من المنكرات ما هي متعدية قريبة منه، ومنها ما هي متعدية للناس كلهم، ومنها أيضا ما يكون بين ذلك، ولهذا التعدي في هذا من جهة انتشاره للناس يتباين في هذا الأمر ويحكم في ذلك أهل العلم. لكن ثمة قاعدة في هذا، أن الشريعة جاءت بحماية الناس من تغلغل المنكر في أذهانهم، وهذا أمر واجب لا يسقط على بإطلاق في كلام العلماء، ولهذا جاء في حديث تميم الداري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة، قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأئمة المسلمين وعامتهم، يعني ثمة نصيحة تتوجه لأئمة المسلمين، وثمة نصيحة تتوجه إلى عامة الناس. وبالنسبة لأئمة المسلمين نصيحة، وهذه لها جهات، منها ما نصيحة ما يتعلق في النوع الأول، وهي النصيحة الذاتية التي تكون بين المصلح والناصح، وكذلك أيضا المحتسب تكون بينه وبين الحاكم، فهذا يتوجه بنصيحته بالذنب اللازم له، وبالذنب المتعدي أيضا إلى غيره يقوم الإنسان بنصيحته في ذاته. بالنسبة لمنكره المتعدي، وهذا النوع الثاني، منكره المتعدي للناس، كأن يقوم بإقرار شيء من المنكرات العامة، أو يبدر منه فعل ظهر من الناس أنهم تأسوا به، أو قالوا هذا شيء من التشريع، فما الواجب في ذلك؟ نقول في مثل هذا أن ثمة جهتين. الجهة الأولى هي ما يتعلق بحماية الناس أن يتغلغل إليهم الباطل، فنقوم بإنكار المنكر الذي بدر من الحاكم للناس، ولهذا من النصيحة لعامة المسلمين، وذلك ببيان المنكر وبيان أيضا أدلته وبطلان ذلك المنكر، وكذلك أيضا بيان الخطأ الذي وقع فيه ذلك الحاكم. وثمة إشارة يسيرة جدا ما يتعلق بربط المنكر مع الحاكم، هل كل منكر يبدر من الحاكم للمصلح أن يربطه للناس فيقول فعل الحاكم منكر كذا وكذا علانية فإنه منكر فيجب علينا أن نجتنبه أو نحو ذلك؟ ثمة دواخل نفسية في هذا الباب ينبغي ألا يلتفت إلى مطمع النفس، أو ربما أيضا اصطناع القوة والشجاعة، وربما أيضا المناضلة وغير ذلك على حساب المصلحة العامة. النظرة في هذا إلى ماذا ينظر؟ ينظر إلى المصلحة الشرعية. إذا كان نشر ذلك الباطل قد تمكن من الناس تمكنا قويا، بحيث أن الحاكم قد أثر على الناس وظن الناس أن هذا الفعل هو تشريع، فارتبط فعلا ظاهرا بحيث أن المصلح لابد أن ينكره ولو ربطه بالحاكم، فنقول حينئذ يتعين عليه وربطه وقال إنما فعله الحاكم في يوم كذا وكذا من تشريع الخمر أو تشريع مثلا الزنا أو تشريع أي شيء من الأمور المحرمة، أن يبينه أن هذا من الأمور الباطلة المخالفة لحكم الله عز وجل وشرعه. وأما إذا كان ثمة انفكاك بين تشريع هذا الأمر وبين فعل الحاكم، والناس يدركون هذا الأمر إدراكا ولو لم يربطه، فإن الأولى في ذلك أن ينكر المنكر وألا ينسبه لفاعله، حتى لا تأخذ الحاكم العزة بالإثم فيقوم مثلا بالبقاء عليه أو ربما بتشريعه، وذلك مثلا باستجلاب فتوى تؤيده على باطل فلت منه ولو لم ينسب إليه لما تعصب عليه. ولهذا نقول إن السياسة الشرعية في هذا يحكمها عالم صاحب دراية يتقي الله عز وجل، وأن يكون صاحب حكمة بالنظر إلى المآلات، فلا يظلم ويبغي الأمة ليظهر إنكاره في ذلك فيأخذ في ذلك الحكمة والدراية في هذا الأمر. الإشارة إلى مسألة مهمة في هذا الأمر، أن كثيرا من الناس يرون أن المنكر إذا كان يصدر من الحاكم أن إنكاره للناس أنه لا يجوز، وإنما يكون بينه وبين الحاكم. نقول هذا من الأمور الخاطئة جدا، من الأمور الخاطئة. الشريعة لم تغلق هذا الباب، نعم شجعت على بيان الحق بين يدي الحاكم وأيدته، ولكنها لم تعطل الأمر الآخر فيما يتعلق في إنكار المنكر العام الذي يظهر منه تبديل للأمة، ولو احتاج العالم في ذلك لربط الحاكم بفعله أو ربط المنكر بمن فعله ولو كان حاكما، إذا كان ذلك من أمور الإصلاح. وذلك أن بعض الناس يدمج بين الأمرين، بين الأمر بالمعروف والنهي
نهي عن المنكر الذي للحاكم صلة فيه مباشرة أو غير مباشرة أنه يربطه بمسألة الخروج أو الافتئات أو الفتنة، وهذا من الأمور القاصرة. وهؤلاء على نوعين الذين يفهمون هذا الفهم، إما أصحاب فسق وفجور في هذا أو أصحاب رأي خاطئ في ذلك، ويسميهم العلماء كما تقدم معنا بالمرجئة، وقد سماهم في ذلك جماعة من العلماء كابن تيمية وكذلك ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، ويقول المرجئة وأهل الفجور قد يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب ترك الفتنة، يعني أنهم يظنون أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المتأكدة خوفا من الفتنة. هذا من الخطأ، باعتبار أن الأمر الشرعي لكن شريطة أن يكون بمنظار وهدي المشرع في ذلك لا بمنظار الهوى. ولهذا نقول إن الإنسان إذا نظر وصدق مع نفسه فإنه صدق مع الله عز وجل وأخلص في نفسه صادقا مع الله في إصلاح المنكر من غير تشفي أو بغي فأصلح في ذلك، فلا عبرة للالتفات بقول أن هذا فتنة أو تعليب أو نحو ذلك، لأن المراد بذلك هي حماية عقائد الناس. كذلك أيضا ينبغي ألا يفهم السلطان أو الحاكم أو المسؤول أن مثل هذا الأمر أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في أمر قد صدر منك على الإطلاق إلا في خاصتك، فهذا من المعاني الخاطئة، لأنه ربما يشجع الحاكم على أن يفعل شيئا من المنكرات، وأن كل من تعدى على هذا المنكر بإنكاره وبيانه للناس أنه من الخارجين عليه، حينئذ يقوم بالبغي والظلم، ربما أيضا كان ذلك ذريعة إلى وجود سوء الظن بين الحاكم والمحكوم، وكذلك أيضا وجود فجوة بين المصلحين وكذلك أيضا بين مسؤولين، بينما هم رحمة يصلح بعضهم بعضا مما فسد من هذا الأمر. ولهذا نقول إن هذه القضية هي قضية بين ظاهرة لمن تأمل النصوص الشرعية وجمع بينها في المرفوعات، وكذلك أيضا فعل السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى في هذا الباب يبين بعضه بعضا. ولهذا قد بين حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله كما روى البزار في كتاب المسند من حديث زيد بن وهب أن الناس أنكروا على أمير في زمن حذيفة بن اليمان، فجاء إليه رجل وهو في حلقة في المسجد فقال له ألا تنكر على الأمير؟ قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، إلا أنه ليس من السنة أن تشير السيف على أميرك. يعني الفصل بين مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبين الدعوة إلى الخروج على الحاكم، ثمة أمور فرق بين هذا وهذا، إلا أن بعض الناس ربما يرى أن إنكار المنكر ذريعة إلى تشجيع الناس للخروج على الحاكم. نقول إن الإنسان إذا بين هذا الأمر أن ثمة مسألة الخروج وهذا أمور محرمة، أما إنكار المنكر عند الحاجة إليه فإن هذا من الأمور الواجبة المتحتمة. نعم ثمة أناس يتسورون على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في مسائل المنكرات العامة أن يجعلها ذريعة للخروج، وثمة أناس يجعلون الخروج ذريعة لوأد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كان من الأمور العامة. الإنسان في ذلك ينصف بالهدي المتبع من الكتاب والسنة وكذلك أيضا بالعقل الراجح الصحيح الذي لا شوب للهوى فيه. ربما أيضا لا أبدي سرا إن كنت أقول أن من ضمن حلقات القابلة بإذن الله حديث عن المستشار والاستشارة والمشورة بإذن الله، ترى النور قريبا. الحديث في شأن نصيحة الحاكم نشهد ونحفظ جميعا صغارا وكبارا قوله أو قوله في الأثر كلمة حق عند سلطان الجائر ومقارنته بسيد الشهداء، ما الفهم الصحيح له؟ ثم هل لابد أن يكون في محضره؟ وهذا الحديث جاء النبي عليه الصلاة والسلام في عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة، وكذلك أيضا جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة الحق عند السلطان الجائر، هذا يدل على تأكيد النصيحة المباشرة التي تكون بين المصلح والحاكم لأمر، لأن المنكر إذا صدر من شخص يعمم منكره على الأمة في دولة مترامية الأطراف إذن هو منبع الفساد هو في هذا الموضع، إذن فإنكاره عليه هو إغلاق لمنبعه الموجود في هذا، وذلك شيء من الترهيب وشيء أيضا من بيان الخطر، فربما يحجم عن ذلك. بخلاف الإنسان الذي يقوم مثلا بإنكار منكر عند أفراد مترامين في بلد مترامي يعيش فيه مثلا آلاف وربما ملايين من البشر، يقوم بإنكاره في المساجد أو ربما أيضا في حياض العلم أو ربما في الدور والمنازل أو ربما أيضا في وسائل إعلامية يسيرة جدا، بينما منبع ذلك الشر هو مستمر على سبيل الدوام في ليل أو نهار ينشر للناس يقتنع به إما ذلك المسؤول أو الوالي أو الحاكم أو السلطان أو غير ذلك. لهذا النصيحة عنده هي أمرها في ذلك عظيم، وذلك لتلك المنزلة. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هل يلغي جهاد الكلمة الأخرى باعتبار أن الإنسان بحاجة إلى شيء من الإصلاح؟ هو تفضيل لها لا إلغاء لغيرها، باعتبار أن الإنسان يصلح فيما فسد من أمر الناس، يبين المنكرات للناس وخطرها من جهة الفسوق والسفور والربا ويتعلق
أيضا بمظالم الناس في أموالهم، ما يتعلق أيضا في ظلمهم في أنفسهم والتضييق عليهم في عيشهم، وكذلك أيضا في اجتماعهم وأسرتهم، ما يتعلق أيضا في معاشهم، ما يتعلق أيضا في حرياتهم الشخصية فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، يبين حكم الله عز وجل في ذلك بالسياسة الشرعية بما لا يخرج عن الدليل الظاهر من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول أن الشريعة جاءت في بيان مرتبة هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يعقب في ذلك خطورة، وذلك أن الإنسان إذا كان السلطان لديه فجور ظاهر، فكلمة الحق عنده تدعوه إلى شيء من الاستئثار الأثرة لنفسه والانتقام. وقد جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استشاط السلطان استولى عليه الشيطان، يعني أن الشيطان يستولي على السلطان في حال غضبه في ذلك، فربما يقوم بالبغي والظلم، وربما أيضا القتل، أو ربما أيضا الحاق أذية في نفسه في ماله أو تقييدها أو غير ذلك من سلب حق من حقوقه. ولهذا كانت هذه المرتبة. لماذا؟ لأنه ضحى بنفسه وماله في مقابل إصلاح أمر الأمة وإبيان ذلك الحق، ويرجع في ذلك أيضا إلى ذات المنكر وقوته وأثره في الناس. المصلح سواء كان فردا أو جماعة، اثنان، ثلاثة، عشرة، ذهبوا لأجل نصح السلطان ومنعوا أو منع وحده من الدخول إليه والحديث معه ويبدأ النصح له. هو بالنسبة لأداء النصيحة سواء للسلطان أو لغيره ينبغي أن يتعهد، بل يجب أن يتعهد السلطان بالنصيحة، ويجب على السلطان أيضا من جهته أن يستمع للناصحين، وهذا من الواجبات المتحتمات عليه، لأنه لا يصل ولا يعرف أيضا أحوال الناس إلا بورود الناس إليه وكذلك الناصحين والمصلحين ولو خالفوه. وهذا الأمر من جهة العالم وكذلك أيضا الناصح، يجب عليه أن يبادر ببذل النصيحة إن أغلقت الأبواب إليه ليرجع، ثم يحاول مرة أخرى ولا ينقطع، باعتبار أن التكليف في ذلك دائم. كذلك أيضا لا يقدم حظوظ النفس، وكذلك أيضا أن يكون صادقا مخلصا لله جل وعلا، صادقا أيضا في نفع أمته، وكذلك أيضا في دفع الشر. الحديث يترى عن قضية مهمة أحسبها من قضايا التي طرقها الحديث النبوي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. قبل الحديث عن كيفية النصح لهذين أو لتلك الفئتين اللتان ذكرتا في الحديث، ما مفهوم السلف للأئمة وأيضا عامتهم؟ النصيحة لها شقان، شق لازم وتقدم الكلام عليه ما كان لازما في الإنسان وبين الإنسان وبين ربه، بين ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ما يتعلق بكتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحقه. وأما بالنسبة للمتعدي وهو ما يتعدي من الإنسان إلى الناس، وهذا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، قال: النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. الأئمة تأتي في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراد بذلك من ولي أمرا من أمور المسلمين وملك زمام الأمر. الأمر في ذاته يراد به شريعة الله عز وجل وحكمه سبحانه وتعالى، فمن كان بصيرا بذلك مبلغا لأمر الله جل وعلا حاكما بأمر الله سبحانه وتعالى فيتوجه إليه الخطاب. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين الذين أقاموا دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد في كلام الفقهاء من السلف في تفسير قول الله جل وعلا وأولي الأمر منكم أنهم منهم من يقول الفقهاء ومنهم من يقول الأمراء والسلاطين، مما يدل على وجود الاشتراك في هذا. وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي الإشارة إليها، أن أولي الأمر إذا أطلقت في كلام الله عز وجل فإن أول ما تتبادر إلى العلماء، ثم تتوجه بعد ذلك إلى السلاطين الذين ملكوا زمام الأمور، باعتبار أن الأصل أنه لا يتولى أحد ولاية من الولايات العامة إلا وهو عالم بما تولى، وذلك مثلا بالولاية العامة عالم بأحكامها، عالم كذلك أيضا بالأمر المتعدي من مصالح الناس في دينهم ودنياهم. فالأصل في ذلك أنه يكون عالما متبصرا بهذه الأحكام. ولهذا توجه الخطاب إلى أولي الأمر، وجاء في بعض السياقات في قول الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منكم. يا الذي يستنبط هو العالم الذي يدرك الأدلة ويعرف سياقاتها، حينئذ يستطيع أن يستنبط. هذا الأمر كان في الصدر الأول: لا يتولى ولاية إلا من كان عالما متبصرا بأحكام الله عز وجل، حينئذ جمع بين الأمرين. فلهذا كثير من السلف كما جاء عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وغيرهم من المفسرين، حينما يقولون المراد بذلك هم الفقهاء
لأنهم مبرزين لابد أن يكونوا أصحاب ولاية وحكم، إما أن يكون ولاية عامة أو ولاية دون ذلك من أمور القضاء، وكذلك الولاية الصغرى من أمور الولاية المالية والجباية وغير ذلك، عالما بها. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول كما جاء في الترمذي وغيره، قال لا يبع في سوقنا إلا من فقها في ديننا. يعني الممارسات مهما كانت صغيرة لابد أن يكون عالما بها. لهذا نقول الولايات متعددة، الأصل أنه لا يتولى الإنسان ولاية إلا وهو عالم بها وفق ما يريده أو ما يريد الله، وفق ما يريد الله جل 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 في علاه، ليس ما يريد الإنسان، حتى لا تتشاح النفوس ويقع في ذلك شيء من المظالم. إذا وقع في ذلك شيء من المظالم تأتي حينئذ باب النصيحة وكذلك أيضا الإصلاح، حتى يتبادل الناس مثل هذا الأمر وهذا الدور بإصلاح ما فسد من أحوال الناس. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، المراد بذلك إذا وقع شيء من الخلل أو النسيان أو الجهل أو أيضا المعاندة والمكابرة، أن يقام بإصلاح هذا الأمر، وهي من الأمور أيضا المهمة في حياة الأمة. أحسن الله إليكم. أئمة المسلمين ممن يتولون زمام الأمور وقضايا الأمة في كافة الجوانب التي يحتاجها الأمة، النصيحة لهم وأيضا النصيحة لعامة الناس، إما أن تكون سرا بينك وبين الناصح ومنصوح، وإما أن تكون علانية، ماذا يمكن أن يقال بإجمال حول هذه الجزئية لأدلف أيضا إلى جزئية أخرى ربما لها مسيس أو لها خلاف ولها أيضا حديث واختلاف وجهات النظر أيضا فيها؟ النصيحة في إنزالها وكذلك أيضا أسلوبها، ينبغي أن نشير إلى أن النصيحة لها أركان، ناصح ومنصوح وخطأ تقع عليه النصيحة، وكذلك أيضا الأسلوب المنصوح به. وهذه الأركان الأربعة لابد من النظر إليها إلى أنها متلازمة، باعتبار أن الإنسان لا يستطيع أن يحكم على جزئية إلا وقد حكم على الأخرى، وكل واحد من هذه الأركان الناصح والمنصوح والمسألة التي وقع فيها النصيحة، كذلك أيضا الأسلوب الذي ينصح به الإنسان، هذه أركان النصيحة. لهذا نقول إن هذه الأركان لابد من النظر إلى الأمر القائم فيها. مسألة النصيحة في خاصة الإنسان في ذاته، الإنسان قد يرى خطأ أو يرى منكرا من أحد من الناس أو مخالفة، الأصل فيها كما قال الشافعي عليه رحمة الله، قال من نصح أخاه بين سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. يعني أنه ورد بذلك شيء من التعيير، باعتبار أنه أعلم من لا يعلم بمثل هذا الأمر، وهذا فيه شيء ضرب من النصيحة. ولهذا نقول إن هذه الدائرة التي تدور على هذه الأركان لابد من النظر إلى حجم ذلك المنكر أو ذلك الخطأ الذي يريد الإنسان إصلاحه، هل هو من الأخطاء الشائعة الذائعة في الأمة، أو هي من الأخطاء الخاصة اللازمة في ذات الإنسان. الأصل أن أخطاء الناس أنهم يستترون بها، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، باعتبار أن الأصل في الآثام أن الناس تستتر بها. لهذا كان الأصل في النصيحة أن تكون بين الإنسان شرا، لكن إذا كان الإنسان ممن يعلن الشر للناس فإنه لا يحتاج أن يقال فضحه وشانه، باعتبار أنه قد شين نفسه قبل ذلك. ممن يجاهر بالمنكرات ويجاهر أيضا بالفسوق ويجاهر أيضا في الكفر، حينئذ تأتي مصلحة أخرى في ذلك، في مسألة تأليف قلبه وكذلك اللين والمصلحة المتعدية لإزالته، ألا يكون الإنسان بابا لمعاندة صاحب المنكر. صاحب المنكر ربما تجد من الناس من يشرب الخمر أو نحو ذلك، أو يشرب مثلا الدخان أو شيئا من هذه المحرمات، سواء كانت صغائر أو كانت من الكبائر الموبقات. هذه المحرمات ينظر الإنسان إليها، هل الإنسان ذم يتقبل لو نصح أمام واحد أو اثنين مما عاند وتكبر في ذلك وبقي عليه؟ نقول هذا ممن ساعد على ديمومة ذلك الشر، فعليه أن ينظر إلى الحكمة المحتفة والمتعدية بذلك الإصلاح. أحسن الله عليكم. الناس يعني أحسبوا من تكلم في النصيحة ومن تكلم أيضا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأيضا ربما بعلاقة لهذا كلمة حق عند سلطان الجائر، الإمام بمعنى السلطان أو ربما من ترجع إليه الأمور في هذا البلد أو ذاك على مدى التاريخ من لدن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، هل يقال في حقه أن تكون نصيحة دوما سرا أم علانية، أم هناك تفصيل يحتاج إلى بيان ووقف أيضا؟ على ما تقدم التأصيل فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر حديث تميم الداري أنه جعل النصيحة على نوعين، هي نصيحة لازمة في ذات الإنسان يقوم فيها تعبدا بينه وبين ربه، وذلك من أمور التعبدية لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة المتعدية ما يتعلق بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم،
ينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لأئمة المسلمين وعامتهم جعل ثمة أمورا مشتركة تكون بين الحاكم والمحكوم، وكذلك أيضا ما هو خاص بين الحاكم والمحكوم. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يصلح شيئا أو يقوم بأمر بمعروف ونهي عن المنكر لابد أن ينظر إلى ذلك المنكر في حقيقته. هل المنكر هذا مما يتعلق بالأمور المحرمة في دين الله عز وجل وسكوته في ذلك يقتضي تبديلا، وكان ذلك الخطأ من الأمور العلانية، فإنه يجب عليه أن ينكره علانية حفظا لحق دين الله سبحانه وتعالى. فإن حفظ الدين مقدم على حفظ الذوات أو حفظ مثلا صيانة هيبة أحد سواء كان عالما أو كان سلطانا أو فردا. ولهذا نقول إن كثيرا من الناس يخلطون في هذا الباب، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي بيانها. ما يتعلق بجانب النصيحة، نقول إن جانب النصيحة التي يريد الإنسان أن يبذلها لفرد من الأفراد من أفراد الأمة أو كان أيضا ربما من خاصتها من أئمة المسلمين، نقول إن المنكر في ذلك على نوعين: منكر خاص لازم في ذات الإنسان. المنكر اللازم في ذات الإنسان، وهذا هو النوع الأول، فإنه يجب على الإنسان أن ينكره سرا، وأما ذكره علانية فهذا من الأمور المحرمة، هو نوع من الفضيحة، أو يكون ربما أيضا فيه شيء من إشاعة الفحشاء والمنكر ممن يتربص بأحد بما يفعله سرا في بيته وفي قعر داره، أو ربما فعله من الأخطاء التي تكون في دائرة معينة لم تنتشر عند كثير من الناس، فيجب حينئذ أن يكون ذلك سرا. النوع الثاني ما يتعلق بالأخطاء والمنكرات والمخالفات في ذلك، ما كان متعلقا بدين الله عز وجل وأمرا عاما، بمعنى إذا صدر من عالم أو صدر من حاكم منكرا أو زلة من الزلات، وكانت هذه الزلة تتعلق بأمر الناس فيأخذونها اقتداء بالعالم أو اقتداء ربما بالحاكم، ويظنون أن ذلك دينا أو يظنونه حلالا. بعض الناس يرى أن الأمر سرا لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين ولو كان من الأمور العلانية التي تقتضي تبديلا أو تأثرا من الناس، هذا من نقول من الأمور الخاطئة. لماذا؟ لأن النصيحة هنا لا تتوجه إليه بذاته كفرد، وإنما تتوجه إلى النصيحة لدين الله عز وجل خشية أن يبدل، وهو داخل حينئذ في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. ولهذا نقول إن النصيحة في ذلك يجب أن تكون علانية حماية لدين الله عز وجل وشريعته قبل أن تكون حماية للأفراد، لأن حماية دين الله عز وجل مقدمة على غيرها. ولو قلنا إن كل شر أو فساد كان سريا بكل حال ولو كان علانية لكان دعوة الأنبياء كلها هي مخالفة لمراد الله عز وجل وحشاهم في ذلك، بل نقول إن في مثل هذا إن هي النصيحة إذا كان الشر في ذلك علانية فإنه ينكر علانية، ليس الخطاب يتوجه إلى ذلك صاحب المنكر، وإنما يتوجه إلى حماية الناس حتى يفصل بين الفساد وبين تشريعه وانتشاره، وهذا ما ظاهر عليه عمل السلف الصالح، وكذلك ظواهر الأدلة لمن أراد أو تبصر فيها وجمعها فإنه يخرج بمثل هذه النتيجة. النصيحة للإمام تكون سرا وعلانية وفق ما ذكرتموه من حيثيات، ولا بأس يعني ولا خلاف في أن كل من يشاهدنا الآن يفضل النصيحة سرا، سواء كان فردا من أفراد الأمة حتى لو كان طفلا صغيرا يفضل أن توجهه، ولو كنت أباه أو أمه توجهه توجيها حسنا لبقا سرا. هل الأمة صح رضيلة كلها تتمكن من الوصول إلى ولي الأمر إلى الإمام؟ نحن نعذرهم لأن ثمة أمور ظروف تخلفت تغيرت تماما عن عهده عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته الكرام، من لدن سلف الأمة الصحابة إلى وقتنا الحاضر اتخذ الملوك والرؤساء والحكام يعني بوابين وحجاب أيضا، وهذا لا يلامون فيه. هل للمسلم يسقط بهذا إذا لم يتمكن من إيصال نصيحته سرا لإمامه؟ هل تسقط بذلك المؤاخذة الشرعية إن كانت هذه من المسائل المهمة التي لها أثر في الحكم الشرعي، باعتبار أن النصيحة المراد بذلك هي حفظ حق الله عز وجل وحفظ حق الناس. ما يتعلق بحق الحاكم في ذلك إذا بدر منه شيء من الأخطاء أو شيء من المنكرات أو شيء من هذا، نقول إن المنكرات في ذلك على نوعين: منكرات على ما تقدم لازمة في ذاته، منكرات من الأخطاء التي يقوم فيها الإنسان سواء في خاصة نفسه أو ربما كان في من حوله ونحو ذلك، فإن هذا يتوجه إليه بذاته سرا وجوبا باعتبار أن الخروج عن ذلك إنما هو شيء من الفضح. وأما ما يتعلق بالأمر والأخطاء التي يوديها علانية بمخالفة أمر الله عز وجل بعمل، فإن الناس يأتدون ويقتدون بأسيادهم وجهائهم ورؤسائهم وكبرائهم. ولهذا نقول إن الأمر في ذلك هو يتضمن وجهين: الوجه الأول
الأول ما يتعلق بالنصح للناس ببيان أن ما فعل هذا ليس من الأمور المشروعة وهو مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن النصيحة هنا هي تتوجه للحاكم. كثير من الناس يخلط في هذا الباب ويظن كل فعل يفعله الحاكم ولو كان عاما من الأمور خالفة أمر الله عز وجل أنه ينصح بينه وبين حينئذ تتبدل شريعة الله عز وجل. ولهذا نقول لابد من الفصل بين أهواء النفوس التي تستمتع بثلب الحاكم لحظ أنفسها وبين التي تريد أن تبين حكم الله عز وجل وفصله وكذلك ما يتعلق بمصالح الأمة. النصيحة للناس حفظ دينهم إذا وقع الحاكم في مخالفة شرعية ظاهرة اقتدى به الناس وتأثروا بقوله في مخالفة أمر الله عز وجل يتوجه الإنسان إلى جهتين. الجهة الأولى إلى الناس من جهة نصيحتهم أن يبين أن مثل هذا الأمر هذه من الأمور المخالفة لأمر الله عز وجل ومراده، وكذلك فإن هذا قد فصل الله عز وجل بها الأمر من غير بغي وزيادة وإنما يبين الحق في ذلك. ما يتعلق من جهة الحاكم فإن الحاكم في ذلك له خطاب مستقل، أما كل شيء يبدر من الحاكم يتوجه الخطاب فيه على السر فإن هذا لا وجود له في شريعة الله عز وجل على سبيل العموم. بعض النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث عياض بن غنم وغيره في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وإنما ليأخذ بيده وينصحه بينه وبينه، فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. نقول إن هذا الأمر له جهة متعددة، منها ما يتعلق أن ينصح لذي سلطان أن يأخذ بيديه، وهذا ما يتعلق في المنكرات الخاصة التي تكون في الإمام أو كانت في محيطي ونحو ذلك لا تتعلق بدين الناس. كذلك أيضا له جهة أخرى في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: فبينه وبينه وليأخذ بيده. يأخذ بيده خاصة في هذا الزمن مع كثرة الأمم وكثرة المصلحين ونحو ذلك وكثرة أيضا وشو المنكرات تعذر على كثير من الناس أن يصلوا إلى الحكام، فكيف يصلوا إلى الأمر بينهم وبينه؟ ثم أيضا مثل هذا الأمر هو من الأمور الخاصة اللازمة. الدليل على هذا أن كثير من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من التابعين من أتباع التابعين وغيرهم من أئمة الإسلام ما يتعلق بدين الله عز وجل، كذلك أيضا ما يتعلق بالمنكرات العامة التي تتعلق بالأمة ولو كان الذي شرعها أو بدرت من حاكم، فإن حياط الدين الأمة هذا من الأمور الواجبة. ولهذا جاء كما في مسلم من حديث حسين عن عمر علي رضوان الله تعالى أنه لما قام بشر بن مروان ورفع يديه في خطبة الجمعة قال علي رضوان الله تعالى: قبح الله هاتين اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز أن فعل هكذا ثم أشار بأصبعه، وهذا في مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن تكون بدعة فيتأثر الناس في ذلك. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو في مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري أنه لما أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة ثم الخطبة، فقال: قد ترك ما هنا لك، فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد أدى ما عليه. يعني أن الأمور التي تتضمن تشريعا وتصديرا لمخالفة لأمر الله عز وجل للناس فالنصيحة حينئذ هي حماية للناس وحماية دين الناس من وقوع شيء من التبديل وكذلك تفويت شيء من مصالحهم العامة في ذلك. الحديث يترى في شأن النصيحة للإمام، الإمام والأئمة معني هم يقتدون بسلف هذه الأمة برسول الهدى صلى الله عليه وسلم يوما يعني اصطفى بعض صحبته بعض صحابته الكرام وكذلك خلفاء الراشدون. في هذا العصر يصطفي كثير من الأئمة والحمد لله صفوة ربما يعني المواطنين أو الشعب عموما لتقديم النصيحة له على هيئات مختلفة. هل هذه المجالس التي يختارها أو هؤلاء الأشخاص هل يقال في حقهم ما أو بمعنى ماذا يمكن أن يقال ويوجه أيضا من رسالة لهم، سيما أنهم يعني ربما يختاروا الإمام أقوالهم ويعملوا برأيهم أو برأي الأغلب منهم كانت المسألة خلافية؟ وهذا من النصيحة المتعلقة بجانب الحاكم، أن الحاكم كذلك أيضا من الواجبات عليه أن يقوم باستنصاح الناس وأن يقوم بإفادة أحد من الناصحين والسماع منه، خاصة في زمن الانفصال بين الحاكم والمحكوم وكثرة المحكومين وتشعبهم وتنوع أطيافهم، أن يكون لهم من ينصحه بينه وبينه حتى يسقط التكليف. فثمة تكليف للمحكومين وكذلك أيضا للعلماء المصلحين الذين يعلمون حق الله عز وجل، هؤلاء في حياضهم يحمون
يحمون دين العامة من جهة يقع عليه شيء من التبديل، تفويت أيضا مصالح الناس فيما يتعلق في دنياهم وفق ما أمر الله عز وجل به وبانضباط في ذلك، ما يتعلق أيضا كذلك أيضا بالنسبة لحق الحاكم في ذلك، إذا لم يصل الناس إليه عليه أن يبادر بطلب من ينصحه في ذلك وأن يوجهه، وأن ينظر أيضا إلى من كان صادقا متمحضا صادقا في إيصال تلك الرسالة إلى إيصال تلك الرسالة إليه، هذا من الواجبات. وقد كان الخلفاء في ذلك حتى في زمن ممن يؤخذ عليه كثير من المخالفات لأمر الله عز وجل، في خلفاء بني أمية، في خلفاء بن العباس، ومن بعد ذلك كانوا يأخذون أناسا ويستمعون إليهم من جهة النصيحة وسماع ما لديهم عليه، فهذا من الأمور الواجبة المتأكدة في مثل هذا الأمر، لأن النصيحة حينئذ تكون واجبة وتكون من التكليف العيني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال وإذا استنصحك فانصح، مما يدل على أن مثل هذه الأمور التي ينبغي الإنسان أن يقيم التكليف عينا على فرد بعينه ينصحه بين وقت وآخر، كذلك أيضا ينبغي أن يكون الحاكم من جهة اختيار من ينصحه أن ينصحه بعيدا عن مسألة النصب والتعيين. النصب والتعيين قد يكون في شيء من حظ الدنيا أو نحو ذلك، أو حب الثبات، أن يأتي إلى شخص متجرد منعزل فيما يتعلق بحظ من الحاكم ونحو ذلك يقوم بالسماع منه على سبيل التجرد. أما تعيين أفراد معينين أو أشخاص معينين يقومون بمثل هذا الأمر، فهذا نوع فيه نوع من حب الثبات والديمومة من القرب ونحو ذلك، وربما تختل حينئذ النصيحة. كذلك أيضا من الأمور المهمة وهي من النصيحة أيضا لأئمة المسلمين ما يتعلق بمدح الحكام علانية أو في وجوههم، وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها عموما، سواء كان فردا أو كان عالما أو كان كذلك حاكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك ما جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح رجلا فقال عليه الصلاة والسلام لقد قطعت عنق صاحبك، ثم كررها النبي عليه الصلاة والسلام مرارا. هذا فيما يتعلق بفرد بعينه، فالذي يمدح الحاكم ويغلو في ذلك حتى يفتنه فإنه قطع عنق الأمة، بسبب أن الحاكم إذا مدح وأكثر من مدحه فإن ذلك يعطيه ثقة بنفسه وكذلك أيضا أنفة من سماع نقد لتشبعه بذلك المدح. كذلك أيضا إذا نصح وتمحض نصحا في مخالفة من المخالفات الشرعية التي يقع فيها، حينئذ يجد في نفسه من ذلك الناصح، أو ربما رجمه بشيء من رجوم الغيب بالتهمة في دينه، أو مثلا بالتمرد أو غير ذلك من الأمور التي هو خارج منها لتجرده في ذلك، والسبب في هذا أنه تشبع بالمدح وكمال الذات. ولهذا نقول إن من أعظم السلبيات ودخول الناصحين أو دخول العلماء على الحكام من غير أن يسمع منهم شيء من النصيحة، لأن مجرد السكوت يكون ربما إقرار لذلك. ولهذا يقول الفضيل ابن عياض إن العالم ربما دخل على السلطان بشيء من الدين فخرج والذين معه، فسئل عن ذلك قال إنه إذا تكلم وكذب سكت فصدقه في كذبه، وكذلك أيضا فإنه ربما مدحه بغير ما فيه. وهذا من الأمور التي ربما يصدر منها سلبيات من جهة الحاكم وعلاقته بالمحكومين أو كذلك أيضا المتجردين للحق من رعيته. الإمام ربما يشاور من يشاور ممن حوله فيختارون أحد القولين مثلا، أو يختار الإمام بناء على مشاورته أحد القولين، هل يكون هذا قاطعا للنصيحة ناصح غيور من أهل العلم أو من غيرهم للإمام في شأن القول الآخر الذي ربما صرف عنه النظر؟ نقول هذا الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ما يتعلق بمسائل الخلاف إذا أراد الحاكم أن يأخذ منها قولا، نقول في مسألة رفع الخلاف من الحاكم لا بد من النظر إلى جهات متعددة. من هذه الجهات أن يكون الحاكم قادرا على اختيار القول الأرجح في ذلك. القول الأرجح في ذلك يكتنفه جملة من أيضا من الجهات، وربما تكون جهتين. الجهة الأولى الرجحان من جهة الشرع، من جهة وضوح الدليل وبيانه، كذلك أيضا من جهة تنزيله، وكذلك الرجحان، فهذان شقان لهذه المسألة لا بد من النظر فيها. ولهذا نقول إن الأصل في الحاكم الذي يرفع الخلاف أن يكون عالما، فإذا كان عالما فإنه حينئذ يرفع الخلاف في المسألة المنظورة، وأما إذا كان جاهلا فيوجد من الإطلاقات في كلام العلماء من يدخل ذلك إذا كان العالم متجردا الذي قال بقوله. وأما إذا كان العالم الذي يقول بمثل هذا القول ليس متجردا فأرى أنه لا يجوز للحاكم أن يأخذ بقوله، بمعنى التجرد الذي مثلا ينصبه ويوليه الحاكم على ولاية من الولايات فهو يملك تقريبه وتبعيده ثم يفتي له فيما يخالف علماء آخر،
الميل، فحينئذ هذا فيه شيء من شائبة الميل، وحينئذ نقول لا، حكم الحاكم في ذلك لا يرفع الخلاف في مثل هذا، خاصة إذا كان ليس بعالم بمعرفة مواضع الترجيح ومواضع الأدلة ووجوه الرجحان، كذلك أيضا بأحوال التنزيل لوجود شائبة في انتقاء الحق والتدليل له.